أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة من تطور على كافة الأصعدة. ولفت سموه إلى استمرار تطوير مجالات التنسيق المشترك وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاعة اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه سعادة السيد ألكسي سكوسريريف سفير روسيا الاتحادية، حيث رحب سموه بالسفير الروسي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في مملكة البحرين، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. منوها سموه بما وصلت اليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين واهميه مواصله تطويرها بما يفتح المجال امام مزيد من فرص التعاون وتعزيز المشاريع المشتركه ويعود بالخير والنماء على الجميع وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه، من جانبه اعرب سفير روسيا الاتحاديه لدى مملكه البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركه، متمنيه لمملكه البحرين المزيد من التقدم والنماء.